في هذا الوقت ليلة الأمس واليوم تقريبا بوقت متقارب كثافة القصف كانت كبيرة جدا. وهينا في اليوم 21 بطل في سيرفس، يعني لو أنت قاعد بتموت ما بتقدر ترن على الإسعاف. I don't know actually when I'm gonna upload this story. No one can know anything about Gaza by calling anyone in Gaza from outside Gaza or from inside Gaza. They are claiming that there's Israeli troops entering Gaza from the north and the east. شايفين كيف الصحفيين في غزة على أسطح المنازل المرتفعة بخاطروا على حياتهم عشان يحصلوا على نت. في دقيقة ونص مش راضي يطلع. دقيقة ونص قديش لك متحملي فيه؟ أكثر من ساعة. انقطعت الاتصالات، انقطع العون من أهل الأرض، لم يبق إلا أنت يا الله.